شوف يعني هم وقعوا او يعني عندهم تفاهمات مع الصين لمده 25 سنه، وهذه الاتفاقيه النوويه وقتها قصير، يعني هي ليست الى الابد، يعني وقتها قصير. فايران تلعب على مساله الوقت، على عامل الوقت، يعني تريد ان هذه الاتفاقيه النوويه ان تاخذ مداها لتنفرج ايران، ترجع الى الحياه الطبيعيه، وبعد ذلك لكل حادث حديث. ولكن أحلام إيران النووية سوف لن تتوقف بتوقف هذه الاتفاقية النووية. لا يمكن، يعني لا يمكن، يعني كلنا شفنا أنه بعد 2015 وقعت إيران الاتفاقية النووية، ولكن ما الذي جرى على الساحة الدولية، وخصوصا في منطقة المشرق العربي، في منطقة الشرق الأوسط؟ إيران ساهمت بدرجة كبيرة في ميليشيات الحوثي وميليشيات حزب الله وميليشياتها في سوريا، وهددت أنظمة مستقرة في المنطقة، تصدرت، يعني تصور حتى أنه صدرت تكنولوجيا إلى الحوثي، وصدرت تكنولوجيا إلى حزب الله، وصدرت تكنولوجيا إلى ميليشيات في سوريا، وحتى في العراق. يعني هناك مناطق كاملة من العراق نفسهم العراقيين ما يدرون هذه المناطق لمن تابعه، وشنو السجون اللي بيها، وشنو المنشآت العسكرية اللي بيها. لذلك إيران عندها طموح إقليمي وعندها طموح دولي، وهو امتلاك القنبلة النووية.